مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من بوكس تو بوكس. عجبنا قوي لقطات عملها نجم المنتخب الفرنسي جيرو وهو في قطر في مقر الاقامه ومصور وقالب السوشيال ميديا الغرفه بتاعته في قطر في مقر الاقامه يعني. والحقيقه بيتكلم على الفخفخينه اللي الناس عايشاها هناك وللمنتخبات عايشاها هناك وبيقول لك في افخم المنتجعات اسمه المسيله او المسيله او حاجه كده يعني المنتجع يعني اللي نازل فيه اللي نازل فيه المنتخب الفرنسي. ادي الغرفه اهي اديكم شويه لقطات يعني. طبعا هم يعني بترحب بيه والغرفه مكتوبه باسمه وحاطين صورته دي على الباب يمكن صورته عليها. فخفخينه ولا يعني عادي؟ انا شايفها عادي يعني. ايه اللي فيها دي يعني مش فاهم مش كده يعني عادي يعني. ده احنا عندنا غرف احسن من دي 100 مره. اه والله. يعني هو الراجل الحقيقه بيقول عجباه، هو عجباه ماشي مش مشكله يعني. خد بالكم الاوروبيين ما بيهتموش بالمزار قوي 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 كده يعني. يعني هم هناك الناس بالنسبه لهم دي حاجه لطيفه جدا جدا جدا. لكن ده خلاني اخد الخيط ده عشان اتكلم في نقطتين. اول نقطه لما المنتخب بتاعنا راح ينزل في الكويت في الماتش بتاع بلجيكا وظن الاداره بتاعت اتحاد الكوره انه لما اتنين لعيبه ينزلوا في اوضه دابل ده حاجه جامده جدا جدا جدا. فالعقد اللي كان مع الشركه المنظمه كان بيتكلم في 40 ولا 44 ولا 45 غرفه، ثم اكتشفوا فجاه ان الجهاز الاداري والفني بتاعنا مصر ان الغرف تبقى فرديه زي جيرو كده المهاجم بتاع فرنسا وعمل ارتباك في البعثه يعني في ظل العدد الكبير الاداريين تقريبا قد اللعيبه يعني 24 لعيب ممكن يبقى في 24 اداري مرافق معاهم يعني. فعمل شويه ارتباك انما في الاخر اتحلت القصه يعني. فده خلاني يعني ال 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 هذا المشهد عادي حتى لو احنا على السوشيال بناخده يعني. انا بقول لكم انا متاكد ان الفندق اللي في الكويت احسن من ده 100 مره. والله يعني على فكره يعني. انما وعلى فكره في ناس كتير عايشه على حس البطوله دي في الاجواء المجاوره لقطر يعني. انا شفت فيديو امبارح على الحدود مع السعوديه ناس عامله بيزنس يعني ناس جايبه خيم 3600 خيمه على الحدود بيقول لك تروح الاستاد معرفش ايه في 40 دقيقه ماشي من هنا على الحدود يعني. وان الخيمه ب 100 دولار في اليوم بالفطار يعني سعه قطر كدوله لا تستطيع انها تستوعب هذا الكم الغفير جدا من البشر بجانب المقيمين بجانب المواطنين. صعب جدا كل ده ماشي مفيش فيه مشكله يعني. ومثل هذه البطولات يعني بيبقى فيها روافد ماديه ضخمه جدا. انما ده برضو ده خلاني اتكلم على حجم الانفاق القطري لكاس العالم. والحقيقه انا مره طلعت هنا قلت ان البطوله دي متكلفه فوق ال 200 مليار دولار وان ده مبلغ ضخم جدا. والناس بتقول لك ان قطر هتنظم كاس عالم غير مسبوق. طبعا يعني اعمل عزومه اعزم فيها خمسه كلفها مليون جنيه. يعني اعمل عزومه عشاء اعزم فيها خمس تنفار كلفها مليون جنيه وهيبقى شكلها تبقى عزومه عشاء غير مسبوق لانك مكلفها مليون جنيه. التكلفه الطبيعيه بتاعتها 1000 جنيه 2000 جنيه وفي ناس ممكن تعمل عزومه فيها خمسه ب 100 جنيه وناس ممكن تعملها ب 500 جنيه يوم ما تتمعظم ب 10,000 جنيه لو راحوا ادخل محل سمك ومعرفش ايه وحطوا وفرشوا وعملوا. انما انت كلفها مليون جنيه. ده اللي عملته قطر. كاس العالم في كل الدنيا الناس بتستضيفه لبعدين. بعد سياسي مهم انك بتستضيف 32 او ممثلي 32 دوله على مستوى العالم ف ممكن يبقى ليك رسائل معينه على السياسيه بتحاول توصلها للعالم كله من خلالك
او رسائل اقتصاديه او سياحيه عايز تقول للعالم كله زي ما روسيا عملت في 2018، احنا دوله مش متخلفه، احنا دوله مش رجعيه، احنا دوله لا تقل عن الدول الغربيه، احنا دوله عندنا تاريخ، احنا دوله عندنا منشات، احنا دوله عندنا سياحه، احنا واحنا ده اللي عملته روسيا مثلا يعني. او جنوب افريقيا في 2010 لما ادت انطباع للعالم عن جنوب افريقيا بانه فكره العنصريه وفكره الدول الافريقيه المتخلفه وفكره اختلفت بعد تنظيم جنوب افريقيا لكاس العالم 2010. ده بعد دول بتعمله، قطر ليها برضو بعد في القصه دي اللي هو اسمه القوى الناعمه، اللي هو استضافه المونديال من ضمن اساليب القوى الناعمه للحديث عن الدوله ولأن تصبح الدولة حديث العالم كله في فترة زمنية شهر، لا حديث غير على المونديال، والمونديال فين؟ في قطر. فلا حديث إلا على المونديال القطري، وبالتالي لا حديث إلا عن قطر. استاد شكله حلو، تنظيم حلو.